أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 33,207 قتيل، بينما زاد عدد المصابين إلى 75,933 مصابة. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسؤول مكتب الطوارئ التابع لحماس في المخيمات الوسطى في قطاع غزة.